يروج البعض لبعض الأفران والمواقد التي تم تعديلها عن طريق غير المختصين، حيث يتم تعديل الكثير منها من خلال ورش الحدادة والمواصفات والمقاييس السعودية تحذر من اقتنائها لعدم حصولها على علامة الجودة. مقاطع ترويجية لأفران معدلة تروج للناس بطرق مختلفة وتجارب وتحديات، فهذا يشعل النار وهذا يطيل الارتفاع، وكل ذلك بضمان شفهي من قبل المعلن والمنتج، وما عليك سوى اقتناء موقد أو فرن معدل، ولكن النتيجة لا سمح الله قد تكون كارثة. هذا دفور انفجر لأنه غير مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية. أيضا هذه أفران مرهمة منتشرة في الأسواق تسببت في الكثير من الحرائق. طبعا هذا أصلا ما يحتاج أنك أصلا تتأكد أنه مطابق للمواصفة، لأنه مصنع تصنيع ورش، يعني اللي مطابق المواصفة مطبق عليه أعلى معايير في المواصفة. طبعا هذا زي ما انت شايف قطع حديد تجمعت مع بعض وسوى له موقف. طبعا حتى شف العين هذه كانت راكبة هنا، شوف النار اللي طلعت، يعني شوف في منطقة ومنطقة لا. إذا بغيت تشتري موقد اشتر موقد حاصل على علامة الجودة، تقدر تتأكد عنها، تقدر تتأكد منها تطبيق تأكد. لقناة الإخبارية عبد الله القري، الرياض.